معانا حملت ايه؟ اعمليها ما تشتريهاش، مستمرين فيها. اي حاجه انتوا عايزين تعملوها ابعتولي، اي حاجه بتفكروا ان هي غاليه بره وعايزين تعملوها في البيت، غاليه رخيصه وعايزين تعملوها في البيت قولولي، تمام؟ بحيث ان انتوا ممكن يكون عندكم افكار اكتر من اللي عندي، ماشي؟ ممكن بتنزلوا سوق معين، بتنزلوا حاجه معينه، بتروحوا مكان بعيد، بتروح كده، فممكن تكون عندكم افكار اكتر من الافكار اللي عندي. فاي حد عايز يعمل اي حاجه، احنا انتوا عارفين احنا عملنا مع بعض الحمد لله كل حاجه، يعني كنا امبارح بنتكلم على زيت الزيتون، وعملنا العسل الاسود، وده هنعمله لكم تاني بس شويه كده، الموسم بتاع القصب يكتر، ان هو بيحب القصب مش مركون، القصب يبقى طازه. فيعني بصوا تخيلوا احنا عايزين نعمل كذا، هنقول يمكن يكون مستحيل ومفيش حاجه مستحيله باذن الله، وممكن احنا نعمله. فخليكم معايا، اي حاجه عايزين نعملها قولوا هنعملها، ما تستصعبوهاش، ما نشتريها اسهل، ما نشتريها ارخص، لا، في البيت اي حاجه احلى وارخص واصح، تمام؟ فالنهارده هنعمل مع بعض كده معجنات لطيفه قوي. اول حاجه نعملها كده مع بعض معجنات حلوه قوي، زي حاجه تنفع المدرسه. احنا ما بندي اولادنا سندوتشات في المدرسه عادي، صح؟ عيش فينو جبنه كده. طيب تعالي بقى هنعمل نفس سندوتشات الجبنه بس احنا اللي عاملينها في البيت، شوفوا هتفرق قد ايه. يعني هي سندوتشات الجبنه اللي رايحه المدرسه دي بالعيش الفينو اللي انت شارياه والجبنه اللي انت شارياها عادي عادي جدا، يمكن يتضايقوا كمان. تعالي بقى لو احنا في البيت عاملين الجبنه وعاملين العيش وحشيناهم وسويناهم، يعني عايزه اقول لك هيبقى اقبال مش ممكن، يعني هتبقى فرق كبير جدا من حاجه ايه جبنه لحاجه ايه بقى واو بقى، ويعزموا على اصحابهم وهيصه، وتعمليها بالحجم اللي انت عايزاه بقى، عايزه تعمليها لقم صغيره، عايزه تعمليها عيش صغير صغير شويه، عايزه تعمليها براحتك براحتك على الاخر.